معلم تامر صلي على الحبيب قلبك يطير علي افضل الصلاه والسلام عليك بالله. كل اللي يخش معانا على الارض دول يصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انت بتعمل ايه يا معلم تامر؟ انت بتعمل ايه النهارده؟ تعبتك بالله. اللهم صل على النبي. علفتك بالله بتصلي على حبيبك محمد وتذكر الله وتدوس لايك شير في الخير ال 27 محافظه على دماغنا. انت راكب كده ورايح فين يا معلم؟ راكب كده ورايح فين؟ صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. انا مليان دفتر الله. صلي على النبي. عاوز يذبح في اول يوم في رمضان هجيب له، عاوز يذبح في العيد هجيب له، عاوز اي حاجه بما يرضي الله موجود. اللهم صل على النبي. عنواننا المنوفيه مركز اوسنا قريه عرب ابو ذكري. طب انزل كده يا معلم كلمني بعد اذنك، انا عايزينك انزل انزل. صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. بجيب لك تير الله على دماغنا يا معلم. انزل بس كلمنا كده. بص يا عم السيد كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صل على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. يسيبها. النهارده اللي في ايده حاجه يسيبها. الصلاه على النبي. يذكر الله وصحصح معايا كده. اذكر الله وصحصح معايا وافضل معايا من البدايه للنهايه. هدايا هدايا. عندك النهارده مفاجآت؟ تعالى بس كده. عروض المفاجآت النهارده؟ النهارده؟ من عندي ملك المفاجآت بقدم لك احلى المفاجأة. بس مين هنا بس؟ صلاة على النبي. نبدا تأسيس. واضح يا ريس. ده عامل ازاي؟ ترن ارجع. صلاة على النبي. ارجع اللي عاوز يذبح من دلوقتي هديله. بسم الله ما شاء الله. ابو حمادة. معاك يا ابو عبد الله النهارده كله دكورة. كل حاجه تيات صغيره في كل. اقول لك النهارده نبدا سوق كامل متكامل. نبدا يا باشا مفاجاتك وخلينا معاك واحده واحده كده. صلي على النبي عشان خير ما نلفش من بعض. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. علفتك تقول ايه ده يا ولاد محمد اهو. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل يذكر الله وحد الله وحد الله يا عم السيد. لا اله الا الله. كله يدوس لايك كله يدوس على اي نفوس هنا. مع السلامه يا فلوس. علفتك بالله لا تدوس وتصف النفوس. وهنا مع السلامه يا فلوس. جايب لك تريلات هنا مواصفات. تعالى ابقى كده اسحب له كده اسحب له كده واحد واحد كده. ابو عبد الله ما تكروتناش بعد اذنك. عدلي عدلي وعلى هادي ولا اقل من مهله. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. نفتك بالله كل اللي يخش معانا لا يذكر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلى على النبي. تريلا هنا عرض التريلات دبابات يا معلم. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كل اللي معانا على البث يا جماعه يصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. خش يا معلم خش يا معلم. اسحب كده بره يا معلم. روح. اللهم صل على النبي. روح يا باشا. صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اهو فواخر ممنوعات الدبابات هنا هجيب لك كل يوم مفاجاه هنا. والسعر احسن من الكل. السعر حكايه تفضل معايا من البدايه للنهايه. هقول لك سعر حكايه. عنواننا المنوفيه عم السيد مركز يوسنا قرية عرب ابو ذكري. رقم تليفوننا 012-78-35-93-88 010-29-26-45-11. صلاة على النبي. حلفتك بالرسول بالرسول. انت اللي تبص علي. انت ايوه انت اللي تصلي على الحبيب وتدوس لايك وتكتب في تعليق كده ايوه انت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. والنهارده هبيلك. عاوز تذبح دلوقتي هديلك. عاوز تذبح في رمضان موجود. خش يا معلم. بما يرضي الله. بما يرضي الله. 360 350 300. اسحب كده بروح روح. على عمر. خش يا معلم كده روح كده بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خش يا معلم. دبابات. صلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. روح يا باشا خش بقى يا باشا خش خش المكنه. على يا بتاع الشعب. مش واحد بس اللي انا بسحبهولك. واحده واحده كده واحده واحده معانا يا ابو عبد الله عشان ما نتوهش من بعض. تعالى كده صلوا احسن من بعض. اللهم صل على النبي. فك يا معلم الرجله مع ايوه كده كده يا باشا عشان ما نكسرش البيان بقى. بس بس وحد الله. لا اله الا الله. بص يا عم السيد الثالث اهو. اللهم صل على النبي. زي من ورا. بص بص دماغك على ايه. مش عيد تجرب زي الشعبه. لا انا بقدم لك بهايم بما يرضي الله. تريلات. بص ده رقم ثلاثه. ده الثلاثه يا ابو عبد الله بتاعهم. بس انا عاوزك تجيني بس كده. بص عامل ازاي.
بص الرقبه من اهو. صلي على النبي. كل واضح يا باشا. وعندهم في الحلاوه دي يا عم السيد العجل في الحلاوه دي مش مكمل 75,000. لا 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 ابو عبد الله كمل بس كده عرضك يا ابو عبد الله. موضوع السعر ده بينه وبينك لسه طويل. قول يا باشا رقم 4 اهو ترن. هات كده ابو حماده 5 رقم 5 اهو ترن. صل على النبي. ما صلاش على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خش يا ريس. 6 الشمع ده رقم 7 رقم 8 البيور ده. خش يا باشا على الوش الابيض. البيور اهم حاجه الوش الابيض. اه اللهم صل على النبي. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. بالله كل اللي يخش معايا دلوقتي غير يوحد الله ويصلي على الحبيب. وهنا ارض المصداقيه والامانه. هنا هقدم لك كل يوم جديد بفضل الله. بس حلفتك بالله لا تصلي على الحبيب ودوس لايك حلو كده وشير في الخير. النهارده ابو عبد الله بيقدم لك تريلات مش بهايم. بقدم لك بهايم متاسسه. ربنا يستر. ربنا يسترها يا ريس. واحده واحده يا باشا عشان ربنا يسترها علينا. ربنا بعد اذنك خلي ربك يسترها. ربنا يسترها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكفيك شر 5 حاجات. قول يا ريس. العين والدين وغضب الوالدين او جعان وقع في ايده قرشين او جاهل حافظ له 2 وحلفتك بالرسول لا تصلي على الزين. عليه الصلاه والسلام. الله يبارك لك يا معلم. كلامك روسن. كلامك في الاخر. وقول ابو عبد الله لسه ما خلصتش العرض بس ربنا يسترها. الستار موجود. حلفتك بالله لا تدوس لايك. ابو عبد الله يعني دلوقتي ابو عبد الله عندما معتبر العرض اللي جوه كل عرض لوحده يعني دول لوحدهم. دول تمام تمام دكتور يا عم السيد. دول 8 تريلات. حلفتك بصاحب السماوات لا تدوس لايك شير في الخير. هنا من ارض المصداقيه دول بكام بقى؟ خليك معايا بقى. بكام بقى يا معلم؟ الناس برضو بقات برضو الناس برضو تبقى مستعجله عليه. قول يا ابو عبد الله. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. دول ايديهم مش ب 75,000. لا 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 يا ابو عبد الله ما عندكش الكلام ده يا معلم. اقول لك على حاجه. قول يا ريس. ولا ب 70,000 ولا ابو عبد الله. احنا لسه بنقول عندنا عروض ومفاجآت باسعار تنافسيه. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حلفتك بدل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هقدمهم لك بكام النهارده؟ بكام يا معلم؟ صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. خش يا اسطى. قول يا ابني عايزين ترنج يا ابني. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي قلت لك دول بكام؟ ربنا يستر عليك يا ابو عبد الله. 70,000 ولا ب 70,000 ابو عبد الله. طب انت عاوز المفاجاه؟ المفاجاه ابو عبد الله. صلي على الحبيب. ايه جاي لك دول بكام عندهم؟ بكام يا معلمي؟ العيش بكام؟ بكام؟ ب 57,000. بتقول ايه يا ابو عبد الله؟ حلفتك بالله. بتقول ايه؟ ب 57,000. سمعني السعر تاني يا ابو عبد الله. المفاجأة كم؟ 57,000. مين الكلام ده يا ابو عبد الله؟ عندهم 57,000. الصلاة على النبي. تلحق يا ما تلحقش. اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 57,000 ده مش تمن عجل رضيع يا ابو عبد الله. صلي على النبي. لو عاوز تذبح من دلوقتي هتذبح. ذكر مش نتاية. أنا عاوزك تصحصح معايا. دي ذكر مش نتاية. وافضل معايا من البداية للنهاية. دول ذكر مش نتاية وصحصح كده. حلفتك بالله لا تصلي على النبي وتدوس لايك عشان هنا من ارض المفاجات. من ارض المفاجات. حلفتك بالله لا تصلي على حبيبك محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سأل عندهم 57,000. بدل ابو عبد الله 7 8 دكوره. 8 دكوره صحصح معايا. سعر عدلهم. ما تخليش ايه خليك مركز. فيهم اللي عاوز الـ8 على بعضيهم على 57,000. عاوز واحد فيهم اللي بيزيد وفي فيهم اللي بينقص شويه. اهم حاجه يا ابو عبد الله نبقى واضحين. نبقى واضحين مع الناس والمصداقيه والامانه اهم شيء. بص كده متاسس صح. متاسس على فول مش عجل خرع. الظهر اهو. الصلاه على النبي. عجل متاسس على الفول مش متاسس على غاب وحياه من كده. ده عجل بكرش. ما عنديش بكرش. سامبا كرش ما بيسواش قرش. الصنبة. بص العجل عامل ازاي. اللهم صل على النبي. اهو كلهم اهو. مفيش عجل بكرش. ما بقدملكش عجل بكرش. اسحب يا اسحب.
وقلنا ابو عبد الله سعر عندهم كم؟ 57,000. رقم تليفونك ابو عبد الله للتواصل؟ عنواننا المنوفيه مركز اوسنا قريه عرب ابو ذكري. رقم التليفون 012 78 75 35 3 5 3 5 9 3 8 8 10 10 29 29 26 26 26 45 45 11 صل على النبي. علي افضل الصلاه والسلام. صل على النبي. تعال كده يا عم السيد. خش يا باشا. تعال كده يا عم. صل على النبي يا عم السيد. عليه افضل الصلاه والسلام. لا اله الا الله. قول لك سته كمان متر الله. اللي عاوز يضحي عند ابو عبد الله مش هيحرمك من اي حاجه. عاوز اي حاجه موجوده هنا بفضل الله بفضل الله هقدم لك كل يوم جديد. عليه افضل الصلاه والسلام. انزل يا معلم انزل من حق الكبير يتدلع. قول يا بس قول يا النبي. نزل يابا كده الصلاه على النبي. تعالى كده يا عم السيد. قول يا باشا صل على النبي يا عم. عليه الصلاه والسلام. فرج الناس واحد واحد. اول واحده بسم الله. ورحمة الله. شرفنا عم الحاج. رقم 1 2 3 4 5 6. صل على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. والسعر مش هتلاقيه في اي حتة الا هنا في ارض المصداقية من مزرعة ابو عبد الله. حلفتك بالله هنا تاخد من ابو عبد الله وتسلمها على الله. السعر يا ابو عبد الله السعر. ظبط الدنيا بقى يا ابو عبد الله. دول مش 60,000 برضه. لا لا ما عندكش يا ابو عبد الله. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. ولا 59 ولا مفيش الكلام ده يا ابو عبد الله. مفيش الكلام ده يا ابو عبد الله. صل على النبي. هقدم لك دول بكام؟ بكام يا ريسنا؟ صل معايا على النبي. عليه الصلاه والسلام. دول على 49,500. قول ايه؟ 49,500. طب احنا عشمانين في كرمك يا ابو عبد الله. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. 49,500. ابو عبد الله. هز يا ابو عبد الله. سعر نهائي. صلي على الحبيب قلبك يطير. 47 49,500. صلي معايا على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. صلي معايا على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. اكتب بالله لا تذكر الله. صلي على الحبيب. هنا بقدم لك كل يوم جديد. تعالى معايا كده. معايا بقى اللي عاوز اكبر شويه. بين العرض الاولاني والعرض الثاني. دول الوسط. دول الوسط. حلفتك بالله كل اللي يخش معانا يصلي على الحبيب ويذكر الله وبقدم لك كل يوم مفاجأة. هات لي يا باشا هات لي يا باشا الاحمر ده كده الاول. الصلاة على النبي. فك كده يا ابو عبد الله. تاني الله. تعالى بس اسحب كده. هو كده عم السيد. صل على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. صل على النبي. كل اللي يخش معانا يصلي على الحبيب. صلي على الحبيب. بص دماغ العيد عامل ازاي. اللهم صل. ده اللي بينباع في اللي بينباع في الضحيه زياد 5 جنيه على اي عيد. صل على النبي. صلي على الحبيب. 5 جنيه في الكيلو. في الكيلو. صلي على النبي. اذكر الله. لا اله الا الله. دوس لايك شير في الخير هنا من ارض المصداقية. مع السلامة يا فلوس. كل اللي معانا على البث يصلي على الحبيب. عليه افضل الصلاة والسلام. ويذكر الله من البداية للنهاية عشان النهاردة سوق كامل متكامل بفضل الله من كله من نتايات صغيرة من ذكورة تحت من ذكورة ضحايا من اللي عاوز يذبح في رمضان من كل حاجة بفضل الله موجودة. اللهم صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. دول يا ابو عبد الله قلنا الوسط ما بين العرض الاولاني والعرض الثاني. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. هقدم لك دول بكام النهارده؟ بكام يا معلم؟ صل على الحبيب. عليه افضل الصلاه والسلام. مش ب 62,000. دول هضربها لك ضربه من الاخر عشان مشاهدينا على سعرك نهائي. سعرك نهائي. ضربه واحده. ضربه واحده. قول يا معلم. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. هقدم لك دول يا عم السيد على 52,000. تقول يا ابو عبد الله سعر عندهم سعر. تقول ايه؟ علي صوتك. بكام؟ 52,000. 52,000. صلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذكر الله.
اللهم صل على النبي. خمسة. وعشان خاطر الناس المحترمة يا عم السيد هقدمهم لك النهاردة بواحد وخمسين ألف. خلي كله يضحي، والفقير يضحي، والغني يضحي، وانا كمان هضحي. في النهارده بعد صلي على النبي في عندك النهارده قول لي بس 51000 افهم انت بتفكر في ايه. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كل الناس شوف انا بجيب لك من تحت كله عاوزك قبل ما تجيني تلف الدنيا بحالها وكل تلف الدنيا بحالها وتجيني عند ادواني قبل ما يحبيني. انت قلت سعرك كام يا ابو عبد الله؟ 51000 بس وبس. وعشان خاطر الناس المحترمه كمان ايوه على 50500 اخرك سعر عجيم. ابو عبد الله انت بتعمل ايه؟ انت انا حاسك النهارده في عندك مشكله. صل على اظهرها يا ريس قول. صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. والله اوقف كل واحد عند حده. ده سعر عجيم 50500 وتصلي على النبي اللي لديه كده. انت تضرب السعر يا ابو عبد الله كده. انت تضرب السعر. واللي عاوز صغير شويه موجود. اللي عاوز عندي صغير شويه هديله. صلى على النبي. صلى على النبي. ده كده لوحده كده يا ابو عبد الله. ده لوحده عشان اوريك الكبير مش الصغير. لما تروح تشتري في اي حته تعرف انت بتشتري ايه. ده عندي اهو بكام سعره؟ بكام يا معلم؟ 43000 ابو عبد الله. انا جايب لك شوف نهايه. انا بقول انها مش على كده. انا بجيب لك الصغير والكبير عشان تبقى عشان تعرف انت بتشتري ايه. مش تشتري اي عجل وده بكذا وده بده. فلان عنده 30 وفلان عنده 80. انا بقدم لك كل حاجه. ده عندي اهو ب 43000. صلي على الحبيب. وعنواننا معروف. عنواننا المنوفيه مركز اوسنا قريه عرب ابو ذكر. رقم تليفوننا 012-78-35-93-88 010-29-26-45-11. صلى على النبي. بقدمت لك الصغير والكبير. بقدم لك كل حاجه لوحديها عشان المشاهد يعرف اللي بيشتري ايه. صلي على الحبيب واذكر الله. انت كده يا ابو عبد الله مشكور النهارده. تعالى تعالى لسه ما خلصناش. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لك ايه البراون الدور على ابوه. صلي على النبي ابو عبد الله. العجل ده مش بيضرب فيه دبل يا ابو عبد الله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. شفت العجل ده كده بيضرب فيه دبل يا ابو عبد الله؟ اللي يضرب دبل دي مع ربنا. المطلع علينا مين؟ الله رب العالمين ونعم بالله. هو رب العالمين. دي انت جرعة كمان اهي اهي ودي جرعة اهي. لو مش خايف من ربنا دبلتين ب20 جنيه دبلة ب10 هخليهم باللي مفيش منهم. بس في اخليهم بيور. لكن في ربنا هو المطلع. ابو عبد الله هتعودنا منك يا ابو عبد الله على المصداقية والامانة. اهم شيء لتيتين هم هقدمهم لك بكام النهارده؟ بكام يا معلم؟ ب 85000. ما عندكش طبعا. ب 80000 ولا ب 80؟ ما عندكش الكلام ده يا ابو عبد الله. 75. اه مش الكلام ده. اه انها جت اهي. صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. هقدم لك دول النهارده ب 69000. بتقول ايه يا ابو عبد الله؟ ب 69000. بكام يا ابو عبد الله؟ حلفتك بالله لا تدوس لايك وشير في الخير وانا تحت امرك. ب 69000 وصلي معايا على الحبيب. اذكر الله من البدايه للنهايه. لسه ما خلصناش برضه. لسه العرض مستمر. دي بينا هقدم لك اصغر نتايه بتاكل مش رضيع بسعر مغري. مفاجاه العرض. ارجوك يا ابو حماد. عم السيد. خش 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 طلع النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ابو عبد الله صلى على النبي. دي المفاجاه ابو عبد الله. معايا مفاجآت لسه كتيره. قول يا ريس. دي بكام النهارده؟ بكام يا معلم؟ دي وبتاكل مش بترضع. اجي يا قديمه بتاكل مش بترضع. شوط 1000 بياض. صلى على النبي. اذكر الله. دي بكام النهارده؟ بكام يا معلم؟ اقولها ب 25000. مفيش الكلام ده كله. دي هقدمها لك النهارده ب 18000. انت بتقول يا ابو عبد الله؟ ب 18 ب 25000. ب 18 عند اي حد مش بثمن معزه. مش بثمن معزه. الصلاة على النبي. ب 18000. دي ب 18000. اللهم صل على النبي. علفتك بالله كل اللي يخش معايا دلوقتي على اللايف ليصلي على النبي ويذكر الله.
بص كده، بص الاكل، قلت لك مش بترضع يابا. احنا ما نقولش كلام. الصلاه على النبي. عجله بتاكل ازاي احسن من عجله ب 30,000 كمان في الاكل، ب 18,000. ربنا يستر عليك يا ابو عبد الله. النهارده بالذات مركز اوسنا قريه عرب ابو ذكري، رقم التليفون 012-012-7-8-3-5-3-5-9-3-8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 -
45 45 11 حلفتك بالليل تصلي على النبي علي افضل الصلاه والسلام. خلاص انت يا ترنا صلي على النبي علي افضل الصلاه. دول خمس نتيات كمان برضو يا عم السيد. قلت لك النهارده عندي سوق كامل متكامل بفضل الله. اي حاجه اطلبها موجوده، اي حاجه يطلبها المشاهد هجيبها له. صلي على الحبيب. اول نتايه اهي، ثاني واحده اهي، دي الثالثه، دي الرابعه، دي الخامسه. صلي معايا على النبي وامين. اوعى يا رب. صلي معايا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الاكله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا. بفضل الله هنا سوق كامل متكامل. عاوز ناموس دكوره ماشي، عاوز نتايات ماشي، بفضل الله كل يوم هقدم لك جديد. بفضل الله مش هحرمك من حاجه، مش هحرم مشاهدين سوق بلدنا من اي حاجه، بس حلفتك بالله ما تنساليش بصلاه النبي في تعليق حلو. قول له صلى على النبي يا جماعه في تعليق. اتفرج الناس عليهم واحده واحده. عشان خاطر ابو عبد الله ثبت الدنيا في الساعه. اتفرج الناس عليهم كده واحده واحده. دين ثلاثة يا ابو عبد الله. اه خمس نتايات. الصلاة على النبي. سلام يا ابو عبد الله من النبي. صلى على النبي. على الصلاة والسلام. هقدم لك الخمسة دول على 27200. لا ما عندكش يا ابو عبد الله. صلى على النبي. على الصلاة والسلام. طب عشان نضربها ضربة من الآخر عشان أعرف الناس كل واحد بيقول دلوقتي انجز. صح. هي معروفة. كله خاف على الباقة. اه كله بيقول انجز دلوقتي. هقدم لك دول يا عم السيد ويا تلحق يا ما تلحقش، هم خمس نتايات على 24000 يا عم السيد. قول يا ابو عبد الله 24000 سعر عيد. 24000 24000. لا النهارده يا ابو عبد الله خلي بالك الاسعار عندك فيها حاجه مش طبيعيه. صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. هنا كل يوم في جديد في سبب وكلنا هنعرفه. ما بيفضلش كل يوم هقدم لك جديد بالصلاه على النبي. وربنا يبارك للناس كلها ويبارك لصاحب النصيب وال 27 محافظه على دماغنا من فوق خارج مصر وداخل مصر. كل يوم هقدم لك جديد من ارض المصداقيه من داخل مزرعه ابو عبد الله عنواننا المنوفيه مركز اوسنا قريه عرب ابو ذكري. رقم تليفوننا 012-78-35-93-88 010-29-26-45-11. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بص معاك ايه يا ابو عبد الله النهارده؟ معايا كمان عدتين شعاري بنفس الكسوف. صلي على النبي. تعال يا ابني امسك كده يا ابني. تعال وراهم كده فرج الناس كده، فرج الناس كده. صلي على الحبيب. حلفتك بالله اللي يخش معانا اللي يذكر الله. وصلي على الحبيب. بص شعرك العيد عامله ازاي؟ ما قدامكش بهايم بترضع. انا بقدم لك بهايم بما يرضي الله. صلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. تفاح تفاح الممنوعات كلها هنا يا ابو عبد الله. انا قلت لك سوق كامل متكامل بفضل الله. اي حاجه هنا من الابره للصاروخ. الصلاه على النبي. من الابره للصاروخ بما يرضي الله او بما يرضي الله. صلي على النبي. كل حاجه موجوده. هقدمهم لك بكام دول النهارده؟ بكام يا ابو عبد الله؟ دي ضربه من الاخر. مش هقول لك كام وكام لان هجيب لك من الاخر. دول يا عم السيد ب 43000. وحلفتك بالله كل اللي يخش معانا على الله يا ابني يصلي على النبي ويذكر الله. وكده وصلنا لنهايه عرضنا. وبنشكر اي حد معانا على الله وبنشكر الناس كلها. صلي على الحبيب. وعشان خاطر الناس المحترمه قلت لك دي المفاجاه برضو ب 41000 بس يا عم السيد. 41000 41000 يعني 20500 سعر اديتهم ابو عبد الله. وفيهم دي بتقل شويه فيهم دي مع بعض. احنا بنتكلم في مع بعض ب 41000 يا عم السيد. الصلاه على النبي. علمتك بالله تصلي على حبيبك محمد وتذكر الله من البدايه للنهايه. وكده وصلنا لنهايه العرض.
وبنشكر اي حد معانا على الضيف، وبنشكر الناس كلها على دماغنا من فوق، واحنا تحت امر الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.